Hello dear friends, our lesson today is fractions, the half and the quarter. أهلا يا أصدقائي، درسنا النهاردة هو الجزء النصف والربع. وأول حاجة نبدأ بيها درسنا هي the half يعني النصف، وهنبدأ نفهم درسنا من خلال تمارين بسيطة. Number 1. Put tick under every figure divided into two equal parts. Number 1 بيقول تاني put tick under every figure divided into two equal parts. المطلوب مني كالآتي، أشوف شكل يكون الشكل ده في قسمين ويكونوا متساويين زي ما قلنا كالآتي. أنا عندي شكل، هل في قسمين؟ Very good، قسمين 1 2، هل هم متساويين؟ لا طبعا، الجزء ده صغير أما الجزء ده كبير، يبقى مش أحط علامة صح. هنا عندي شكل، هل في قسمين؟ Very good، 1 2، هل هم متساويين؟ فعلا الجزء ده قد الجزء ده، يبقى احط علامة صح. طيب هنا عندي شكل، هل في قسمين؟ 1 2، Very good، هل هم متساويين؟ لا، الجزء ده صغير اما الجزء ده كبير، علشان احط علامة صح يكون الاتنين صغيرين يكون الاتنين كبار، المهم يكونوا بس مقياس بعض بالظبط. طيب هنا عندي شكل، هل في قسمين؟ 1 2 very good، هل هم متساويين؟ لا طبعا، الجزء الصغير ده مش قد الجزء الكبير ده، يبقى مش هحط علامة صح. طيب في الشكل ده، هل في قسمين؟ very good، في قسمين فعلا، 1 2، هل هم متساويين؟ لا طبعا مش متساويين، الجزء الصغير ده مش قد الجزء الكبير ده، مهم زي ما قلنا ان يكونوا مقاس بعض زي الشكل ده. فعلا لقينا انه في قسمين ومتساويين، الجزء ده طبعا زي ما قلنا قد الجزء ده، يبقى احط علامة صح. طيب احنا كده فهمنا النصف the half. lemon equals two halves، each part is called half. دلوقتي احنا عندنا ليمونة منقسمة لقسمين، كل قسم بيوضع نصف. ليه بيوضع نصف؟ لانهم الاتنين قد بعض بالظبط. each part is called half، ده نصف وده نصف، يبقى احنا كده فهمنا النصف المفروض يكونوا جزئين متساويين بالظبط، قسمين متساويين. ونيجي بعد ما خلصنا ذا هاف نصف، نيجي عند ذا كوارتر الربع، وطالب مني put tick under every figure divided into four equal parts. تاني نعيد السؤال عشان نفهمه، put tick under every figure divided into four equal parts. المطلوب مني ان انا اجيب شكل يكون فيه اربع اقسام متساوية ويكونوا متساويين متساويين. طيب احنا السؤال اللي فات قال لنا القسمين متساويين، اما دلوقتي مطلوب مني اربعة متساويين. دلوقتي انا عندي شكل فيه اربعة اجزاء، تعالوا نشوف 1 2 3 4، هل هم متساويين؟ طبعا متساويين، يبقى احط علامة صح، الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده. طيب هنا عندي شكل، هل في اربع اقسام؟ 1 2 3 4، هل هم متساويين؟ فعلا متساويين، الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده، يبقى برضو احط علامة صح. طب في الشكل ده، هل في اربع اقسام؟ 1 2 3 4، هل هم متساويين؟ لا طبعا، الجزء ده مش قد الجزء ده، ده كبير ده صغير ده صغير ده كبير، مش متساويين، المفروض يكون الأربعة متساويين بالظبط. طيب هنا عندي شكل، هل في أربعة أقسام؟ 1 2 3 4 very good، يبقى تعالوا بقى نشوف هما متساويين عشان نحط تحتيهم علامة صح. تعالوا نشوف الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده، لكن مش قد الجزء ده، يبقى مش هحط علامة صح. طب في الشكل ده، هل في أربعة أجزاء؟ 1 2 3 4، هل هما متساويين؟ لا طبعا، الجزء ده مش قد الجزء ده ولا ده قد ده، المفروض يكون الأربعة مقاس بعض بالظبط، يبقى مش هحط علامة صح. طب في الشكل الأخير اللي عندنا ده، هل في أربعة أقسام؟ very good، في أربعة أقسام، 1 2 3 4، هل هما متساويين؟ طبعا، الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده، يبقى أحط علامة صح. يبقى احنا كده فهمنا the quarter الربع، one apple equals four quarters each part is called a quarter. تفاحة، عندنا تفاحة واحدة بتساوي أربعة
أجزاء، يعني إحنا لو قسمناها لأربعة أجزاء هتبقى برضو تفاح، لكن اتقسمت لأربعة أجزاء. دي بالظبط، كل جزء اسمه ربع. Each part is called a quarter. Each part is called a quarter. كل هنا قسم أو قطعة، هنا كل قطعة اسمها ربع. هنا ده ربع وده ربع وده ربع وده ربع، الأربعة دول قد بعض بالظبط، وكل واحدة فيهم اسمها ربع. ربع 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 ربع. يبقى احنا كده each part is called a quarter. هنا دي كوارتر، وهنا برضو كوارتر، هنا كوارتر، هنا كوارتر. يبقى احنا كده فهمنا برضو ذا كوارتر، فهمنا ذا هاف، النصف والربع. ونيجي عند الاكسرسايز نمبر 1. write half under the figure is half of it is colored. المطلوب مني كالاتي، اكتب half تحت الشكل اللي بيكون مقسم لقسمين متساويين. اكتب نصف تحت الشكل اللي بيكون مقسم لقسمين متساويين وفي نفس الوقت زي ما قدامنا احنا عندنا قسم ملون لازم يكون قد القسم اللي مش ملون. يعني دلوقتي عندي شكل، هل في قسمين 1 2 very good هل هما متساويين؟ لا طبعا، الجزء الصغير الملون ده مش قد الجزء الكبير ده، يبقى مش هحط علامة صح او هاف. هو طلب مني احط هاف، يبقى احط هاف، اكتب كلمة نص. طيب الشكل ده هل فيه قسمين 1 2 هل هما متساويين؟ لا طبعا، الجزء الصغير ده مش قد الجزء الكبير ده. هما قالوا احنا عاوزين الجزء الملون، يبقى قد الجزء اللي مش ملون بالظبط عشان نقدر نكتب كلمة هاف. نص هنا عندي شكل، هل هو فيه قسمين very good 1 2 هل الجزء الملون ده قد الجزء اللي مش ملون ده؟ اه طبعا، يبقى اكتب كلمة هاف. طيب في الشكل ده هل عندي قسمين very good 1 2 هل هم متساويين؟ اه طبعا، يبقى برضو احط كلمة هاف. في الشكل ده هو اللي عندي قسمين very good قسمين 1 2 هل هم متساويين؟ هل الجزء ده قد الجزء ده؟ اه طبعا، يبقى احط هاف. طيب في الشكل ده هل عندي قسمين؟ اه طبعا. هل هم متساويين؟ لا طبعا، يبقى مش هحط كلمة هاف. طيب نمبر 2 بيقول لي write quarter under the figure if a quarter of it is colored. طالب مني اكتب كلمة ربع تحت الشكل اللي مقسم لأربعة أقسام متساوية وفي نفس الوقت كل قسم يكون متساوي للتاني، أربعة أقسام متساوية. طيب هنا عندي شكل في أربعة أقسام very good 1 2 3 4، وكمان طالب مني حاجة إن يكون الجزء الملون قد التلات أجزاء التانية، يكونوا قد بعض. هنا عندي مش قد بعض، يبقى مش هحط كلمة quarter ربع. طب في الشكل ده هل عندي أربعة أقسام؟ of course لأ، 1 2 3 4 5 6 7 8 8، يبقى مش هحط كلمة quarter ربع. طب في الشكل ده هل عندي أربعة أقسام؟ very good 1 2 3 4 1 2 3 4 هل هم متساويين؟ اه طبعا، الجزء ده ده الجزء ده ده الجزء ده ده الجزء ده وفي نفس الجزء الملون ده قد الثلاث اجزاء الباقي، يبقى احط كلمه كوارتر. طب في الشكل ده هل عندي اربعه اقسام very good 1 2 3 4 1 2 3 4 هل هم متساويين؟ اه طبعا، الجزء ده ده قدامنا ده الجزء ده ده الجزء ده ده الجزء ده الجزء الملون ده زي ما قدامي، يبقى احط كلمة كوارتر. طيب بالشكل ده هل عندي أربعة أقسام very good 1 2 3 4 بعد كده هل هما متساويين؟ very good ده قد ده قد ده قد ده والجزء الملون ده قدهم التلاتة، يبقى احط كلمة كوارتر. طب في الشكل ده هل عندي أربعة أقسام very good 1 2 3 4 لكن احنا شايفينهم مش متساويين، الجزء الملون ده مش قد الأجزاء الباقية، كل واحد ليه مقاس، يبقى مش هحط علامة صح أو أكتب كلمة هوف. وبكده نكون خلصنا درسنا ونقابلكم في درس جديد. Thanks and goodbye.